بوزوف، أحمد غازي ومحمد مكتوف. محاولة خطيرة صالح نادي أريد قدم جول. يعني في الدقيقة الثانية من المقابلة نادي أريد قدم كيف تفتح التسجيل عن طريق اللاعب يوسف الصباك. كانت تمريرة جميلة من الزميل ديالو يوسف الصباك، يتمكن من تسجيل الهدف الأول يعني بعد مرور حوالي 3 دقائق على بداية المقابلة. هدف جميل من يوسف الصباك القسم الوطني الثاني، إلا أنهم عندهم واحد خبرة كبيرة في أقسام العصبة. فريق التسديدات ديال كانت جميلة من عثمان دحان، لكن كتمشي لضربة مرمى لصالح نجم الضغ بكان عند الحارس يوسف دلا. ما كيحاول يكون تحفظ وما يكونش تسرع في بناء العمليات الهجومية. أوه جميلة جميلة، هدف جميل يعني من الزاوية المغلقة، خطأ دفاعي من لاعب أرياض القنيطري، واللاعب عميد الفريق عماد الهميري كيتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 12 من المقابلة، يعني 12 دقيقة على بداية المقابلة. التعادل الإيجابي ما بين نادي أرياض القنيطري ونجم مضغ بكان، كيحاول المرور عند الزميل ديالو وائل زكاوقا، كيسدد التعلق وتصدي جميل من حارس بكان محمد يوسفي. التسديدة كانت مباشرة من وائل زكاوقا مع الفريق ديالو، كانت محاولة خطيرة ولكن تدخل ناجح من دفاع أرياض القنيطري. من أرياض القنيطري من وائل زكاوقا مباشرة عند يوسف بن سعود، كيف هذا السديد جول. مراوغة جميلة، مراوغة جميلة وهدف جميل من اللاعب يوسف بن سعود. الشوط الثاني من المقابلة، الدقيقة الثانية من الشوط الأول يوسف الصبار تمكن من تسجيل الهدف الأول، والدقيقة الثانية من الشوط الثاني يوسف بن سعود سجل الهدف الثاني لصالح أرياض القنيطري. عثمان دحان كيحاول تسديد كرة عند وائل زكاوقي، ولكن في العارضة تسديدة جميلة من وائل زكاوقي، لكن الكرة كتصطدم بالعارضة وكتمشي الخطأ لصالح نجم ياسين اللي كيحاول البحث عن المرور. مراوغة جميلة من عزيز ياسين كيسدد، لكن تدخل ناجح من محمد يوسفي. تدخل محاولة أخرى، محاولة أخرى من فريق أرياض القنيطري، لكن تدخل كان في الوقت المناسب من دفاع نجم الضغ بكان ومن الحارس. دائما تمكن تعديل النتيجة، والهدف الثاني كان عن يوسف بن سعود الهوميري في التنفيذ ديال هذه المحاولة، هذه كيقوم بالتمرير ديالها وخطأ، خطأ فادح من الفريق القنيطري. الهوميري صاحب الهدف في تعديل النتيجة كيرجع وكيعدل النتيجة مرة أخرى من صالح نجم مضغ بكان، لكن خطأ فادح من دفاع الفريق القنيطري. ما كانش تنسيق ما بين اللاعبين، الهوميري كيتمكن من تعديل النتيجة لصالح نجم مضغ بكان على بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني. محاولة وائل زكاوقي، سريع سريع سريع، الرد كان سريع من طرف وائل زكاوقي، تسديدة مباشرة دس ما بين أرجل الحارس محمد يوسفي، كانت جميلة من وائل زكاوقي اللي كيسجل الهدف الثالث. هدف جميل دائما عند اللاعب فؤاد عقراب، كيرجع الزميل ديالو محمد رابيب كيسددها بشكل مباشر. الحارس حمزه البزازي ماشي في المكان ديالو، وهدف كان جميل، هدف كان جميل من محمد رابيب. حمزه البزازي ماشي في اليوم ديالو فهاد المقابله هذه. الدفاعيه ديال الفريق القنيطري وان الحارس حمزه البزازي رغم التالق ديالو في بدايه المقابله، لكن بشكل عام جميله، مراوغه جميله، محاوله جميله من وائل زكاوقي، مراوغه وتسديده، لكن التدخل كان ناجح من الحارس البكاني محمد يوسفي. المقابله بشكل عام مقابله جميله ومثيره ما بين الفريقين. محمد اوري كيحاول التقدم، كيحاول التقدم عند عقراب، لكن تدخل ناجح الحارس حمزه عبد العزيز كيعوض الخطا ديالو وكيتمكن من التصدي بشكل ناجح لمحاوله الفريق البكاني. محمد رابيب كيسدد فين، واللاعب فؤاد عقراب تمكن من اضافه الهدف الثالث. كانت جميله من عثمان دحان، لكن تدخل مناسب وتصدي في المكان المناسب من الحارس محمد يوسفي.
كما قلنا عماد الهميري هدفين وهدف من فؤاد عقب. اللاعب الطائره وهي متقدمه بسرعه لكن في يد الحارس اليوسفي كيلعبها تسديده مباشره لكن في العارضه، تسديده مباشره وجميله من حارس بركان اليوسفي لكن في العارضه. وائل زقوقا كيلعب بسرعه عند عثمان دحان، كتمشي عند عزيز ياسين كيحط على التسديد عند عثمان دحان عند عزيز ياسين، تسديده مباشره كيسددها ايضا فريق البكاني بشكل مباشر بسرعه عند اليوسفي، والحكم كيعلن على نهايه المقابله بالتعادل الايجابي 3-3. نجم مدغ بكان ونادي اريد القنطري التعادل الايجابي 3-3. كان معكم عبر الفجر سبور المدي اقشيني، ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق ان شاء الله. وبسم الله الرحمن الرحيم، اولا كنشكروا قناه الفجر الرياضيه على الاهتمام اللي ولاتوا الفوتسال في المغرب، هذا شكر خاص لكم. وثانيا بالنسبه لنا حنايا، ويمكن وكنظن بان ما الفريق الوحيد في المغرب اللي عنده المسافات اكثر بزاف من اي فرقه كتمارس في المغرب، ولكن هذا ما غاديش نبقاو نتخباو من مورا. حنا الانسان رانا كنشتغلوا والله يجيب اللي فيها الخير. وبالنسبه للفرقه ديالي هو غير باش يعرف الجميع انه واحد الفرقه اللي تغير الجلد ديالها بواحد 70-80%. دونك عندنا واحد ثلاثه العناصر ديال الخبره هما، وكاين الدراري اللي جداد دابا راه كلهم يلاه عندهم واحد 6-8 سيمانات في هاد الرياضه هادي، وبداو كيتاقلموا واحد شويه، واخا كيما تعرف ان الظروف ما كتعاونش والبرمجه ديال المباريات جات ثقلت علينا، درت لنا واحد 3 ولا 4 الاصابات في الفرقه، ولكن هذا ما يمنعش انه رحنا في طور النمو، وحنا كنبنيو واحد الفريق شاب بمرتأة له الرئيس ديالنا انه بغى يبني واحد الفرقه شابه اللي تكون تنافسيه في باقي ان شاء الله الاعوام القادمه، واننا نحقق ان شاء الله شي نتائج مزيانه في الدورات المقبله. وهو باش غادي تقول ضيعت الفوز، نورمالمون حتى شي حاجه ما كتضيع عليك وحتى شي حاجه ما كتخاد لك في كره القدم. الانسان الا اجتهد كياخذ النصيب ديالو، وكره القدم فيها الفوز والخساره والتعادل، وحنا مامنين بهذا الشيء. كما قلت انت بواحد النسبه ضيعنا الفوز، لو كان كنا سجلنا دوك الفرص اللي جاونا كنا غادي نقدروا ندي واحد 3 نقاط من مدينه القنيطره، ولكن هذا ما يمنعش اننا في طور النمو وغادي نزيدوا نخدموا ان شاء الله، والله ولي التوفيق. بالنسبه للمقابله اليوم حقيقه ضيعنا 3 نقاط، وهذا راجع عامل العياء وكذلك لي بليسيون ديال اللاعبين. وكما شفتوا في المقابله خرجنا يوسف خرج في الشوط الاول، وكما شفتوا المقابله كان شويه الريتم طالع وزقلنا بعض الفرص اللي كانت حق تسجيل، هذا هو اللي خلانا فقدنا المقابله حتى لاخر لحظه. بالنسبه لنا التعادل بالنسبه لنا حنايا في الميدان هزيمه، ولكن على العموم نتمنى ان شاء الله نعوضوا هذه المقابله ان شاء الله الجايه في الاسبوع المقبل. لاحظت المقابله الفارطه في مارتيل كانوا لعبوا 5 لاعبين، ما كانش شونجمون نظرا لبعض اصابات اللاعبين والعياء، ما وخا درنا يعني بعض المساج اللاعبين ولكن ما مازالش، هذا هو اللي خلى العياء بقى. وعاد اليوم كما شفتوا اللاعب حشحوش صاب اصابه كان شويه خطيره، هذا هو اللي خلى المقابله مشات في هذا ديال النجم ديال التعادل. بالفعل كما شفتوا لاعبين كلهم صغار السن، وان شاء الله يعني في الدورات المقبله مقابله غادي ياخذوا تجربه ويكسبوا يعني بعض الرهان سواء من المدرب او من المقابلات، وان شاء الله تكون يكون له كلمه ان شاء الله.